السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. سهيل تعاود البث وتؤكد أنها ستظل صوت الشعب وقلبه النابض في معركته ضد الكهنوت. مصدر مسؤول في الإصلاح يستهجن أكاذيب بن بريك وتحريضه على العنف وتعطيل اتفاق الرياض. أهلا بكم. بعد التوقف الإجباري عن البث خلال 48 ساعة الماضية، تعاود قناة سهيل بثها البرامجي ابتداء من مساء اليوم الخميس، وتعتذر القناة لجمهورها الحبيب عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، وتؤكد لهم بأنها تبذل كل جهودها كي لا يتكرر الإيقاف، ولتتجاوز ما تبقى من عقبات وتحديات بعزيمة وإصرار كبيرين وبحب جمهورها الكبير. وتعتبر ذلك التوقف تعثرا مؤلما في لحظة فارقة، الوطن أحوج ما يكون فيها إلى الرسالة الإعلامية المعبرة عن المشروع الوطني المناهض للكهنوت الحوثي والأطماع الإيرانية في اليمن والمنطقة. وتعبر القناة عن عظيم امتنانها وتقديرها لتفاعل كل المحبين للقناة بمختلف فئاتهم مع مسألة وقف البث، والذين غمروها بحبهم وتقديرهم، والذي عكس بحق مدى الوعي المجتمعي بأهمية الإعلام ودوره في الحياة ومعركة استعادة الدولة. وتؤكد سهيل لجمهورها الحبيب بأنها ستظل وفية لقيم المهنة وأخلاقيات العمل الإعلامي الوطني ونقل الحقيقة وتعزيز صمود وتلاحم الصف الجمهوري الرافض للملشنة الحوثية والانقلاب والسطو على الوظائف السيادية للدولة. كما تؤكد بأنها ستظل دائما صوت الشعب وقلبه النابض في معركة اليمنيين المقدسة من أجل الجمهورية والثورة والحرية والكرامة. وتجدد قناة سهيل التزامها بمقتضيات مسارها الوطني في معركة المصير المشترك، وتؤكد بأنه لا عزاء لأولئك الذين استغلوا توقف البث لتسميم الأجواء ونسج خيالات خبيثة ومحاولة الإساءة للمملكة نكاية بدورها الرائد في تحالف دعم الشرعية. كما تثمن قناة سهيل دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين استضافوا القناة وطاقمها منذ العام 2015 برغم كل حملات التضليل والابتزاز من قبل بعض الجهات التي لا تريد إعلاما حقيقيا يواجه العدو الحوثي ويساند الشرعية وحلفائها. وتجدد سهيل الشكر لجمهورها الكريم ولكل المتضامنين معها داخل الوطن وخارجه ولطواقمها في الميدان الذين هم على الدوام مرآة الشعب وصوته الهادر والناقل الأمين لهمومهم ومعاناتهم وبطولاتهم النضالية الخالدة. الجدير بالذكر أن القناة توقفت بسبب أزمة مالية أدت إلى تأخر مستحقات القمر الصناعي. نحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم. من قلب جبهة صرواح عبد الإله البوري سهيل. خليل المليكي من أعلى قمة جبل القنضع بمحافظة البيضاء. محمد يوسف منطقة الشرف بمديرية الصل تعز. فوزي المريسي قناة سهيل الضالع. سلم المخلافي لقناة سهيل أحيران. أشاد عدد من السياسيين والنقابيين والمواطنين في محافظة تعز بالدور الوطني لقناة سهيل وما قدمته خلال عقد من الزمن من برامج جماهيرية وميدانية وسياسية لامست هموم الناس ونقلت تطلعاتهم. قناة سهيل
هذه القناة الوطنية والتي قامت بدور فعال وكبير قبل ثورة 11 فبراير وبعد ثورة 11 فبراير، والتي كانت تعتبر لسان الثورة وحالة الثورة وواقع اليمن، وكذلك عبرت عن كل تطلعات الشعب اليمني من خلال الثورة الشبابية السلمية الشعبية. فكان لسهيل دور فاعل في الميدان وحاضر مع الشعب اليمني ومع توجهات الشعب اليمني ومع ثورة الشعب اليمني، وكذلك كان لها دور فعال وكبير بعد انقلاب 2014، والتي أصبحت سهيل فيه لسان وحال الشعب اليمني والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فهي التي تنقل واقع ما يدور في الجبهات وواقع الشعب اليمني ومعاناة الشعب اليمني، وهي القناة التي عبرت التعبير الثوري والوطني ضد الانقلاب الحوثي وضد الفكر السلالي الحوثي الفارسي. ماذا يعني سهيل؟ سهيل هو موسم الخير، والقناة التي سميت بهذا الموسم كانت مزرعة للخير في ظروف صعبة. كانت القناة التي تابعت وسايرت كل الفعاليات الوطنية ميدانيا في كل المحافظات. حقيقة كانت المصباح الذي وجه الضوء إلى الخير وإلى الفعاليات الخيرة والوطنية في هذا البلد. إن الرسالة التي تحملها قناة سهيل هي رسالة كل اليمنيين من النضال السلمي قبل الثوري وبعده النضال الثوري وبعده الحقوقي والمقاومة، قد سلطت الضوء على كل قضايا الهامة للوطن بشكل قوي أقوى من أي قناة أخرى، لها الشكر والتقدير، ونتمنى من الجميع الوقوف معها في هذه الفترة التي تحتاج الجميع أن يقف معها. كلنا قناة سهيل. أشوف أن أفضل قناة داخل اليمن هي قناة سهيل الفضائية. شكرا قناة سهيل الفضائية. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز بالعمل وفق منهجية مختلفة لمعالجة جميع التحديات القائمة، بما في ذلك تفعيل عمل مؤسسات الدولة واستكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بأن الحكومة ستكون عونا للسلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين، ولن تتوانى في ذات الوقت عن محاسبة المقصرين في أعمالهم وواجباتهم. وناقش اللقاء بحضور محافظ تعز نبيل شمسان ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض باحارثة خطط السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز للعام الجاري وإبراز مضامينها المتوقفة مع توجهات وخطط الحكومة بأن يكون هذا العام هو عام التعافي. وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات القائمة في الجوانب التعليمية والصحية، وخاصة تقوية قدرات مستشفى خليفة بالتربة وترفيعه إلى هيئة لتعزيز الخدمات الطبية في المحافظة والمتطلبات اللازمة لذلك. وقدم محافظ تعز والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية تقارير عن الأعمال الجارية في الجوانب التنموية والخدمية والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتلبية تطلعات المواطنين، إضافة إلى المستجدات الأمنية والميدانية وأحوال المقاتلين في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثية الانقلابية،
إضافة إلى مشاريع الطرقات الجاري تنفيذها لتخفيف هذا الحصار المفروض على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرين إلى أن الخطط المعدة للعام الجاري في الجوانب الخدمية والعسكرية والأمنية والدعم المطلوب من الحكومة لتنفيذها. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عزم الحكومة على القيام بمهامها وإنجاز أهدافها في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي. وقال خلال لقائه مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون بأن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثية على مطار عدن أثبت للعالم أجمع أن هذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام وبأنها مجرد أداة بيد النظام الإيراني يستخدمها لتنفيذ أجنداته التخريبية في المنطقة. وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة والتطلعات المعقودة عليها في تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التعافي. وتطرق رئيس الوزراء إلى أولويات الحكومة بموجب مشروع برنامجها العام والدعم الدولي المطلوب لتنفيذه في الجوانب المختلفة. بدوره جدد السفير البريطاني دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية وتحركاتها على الأرض، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة سيسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتعافي في اليمن. تضمن مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات خطة من سبعة أهداف لإنعاش الوضع الاقتصادي والخدمي للبلد على المدى الطويل بعد أن دمرت ميليشيا الحوثية الإرهابية كل مقومات حياته وأمنه واستقراره. بعد شهر من عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن ودراسة الاحتياجات الملحة وأولويات المرحلة الأولى من جدول أعمالها، تقدم حكومة الكفاءات برنامجها العام مؤلفا من 7 أهداف استراتيجية. وتتحدد أهداف البرنامج 7 في معالجات الملف الأمني والعسكري وفقا لاتفاق الرياض والسياسات المالية والنقدية والاقتصاد والاستثمار والبنية الأساسية والطاقة والبيئة والإدارة العامة والحكم الرشيد والتنمية البشرية والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، فيما تصب هذه الأهداف جملة في خطة وطنية بعيدة وطويلة المدى لاستئصال الإرهاب الحوثي من جذوره بالموازاة مع ترسيخ مداميك الدولة المدنية وبناء مؤسسات اليمن الاتحادي المنشود. رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك أكد أن البرنامج العام المقدم للبرلمان تجسيد لإرادة حكومته والتزامها بالعمل على بدء مسار جديد ونوعي في أداء مهامها. ويأتي إعلان الحكومة برنامجها العام في ظل تحديات جمة تواجه الحكومة وتدهور حاد في الوضع الاقتصادي مع عدم استتباب الوضع الأمني كليا داخل العاصمة المؤقتة عدن. الآثار الكارثية التي خلفتها حرب الإرهاب الحوثي على اليمنيين وتدمير معظم البنى التحتية للخدمات العامة والقطاع الحكومي تضع الحكومة في حالة استنفار دائم للتحرك بشكل مدروس ودقيق في مواجهة مستجدات الواقع. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة تصويت لمنح الحكومة الثقة وإقرار برنامجها العام في الأيام المقبلة بإحدى المحافظات المحررة في حال لم يتسنى انعقاد جلسته في العاصمة المؤقتة عدن. وتسعى الحكومة إلى حشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن وتفعيل موارد الإيرادات العامة للدولة وصرف رواتب الموظفين والبدء في تنفيذ التنمية الشاملة وإعادة الإعمار وبناء السلام. وفي الوقت نفسه يأمل المواطنون من حكومتهم تقديم فارق جوهري وملموس بينما يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثية ومناطق السلطة الشرعية التي يتطلع إليها اليمنيون في تواجد الدولة بكل مؤسساتها وسيادتها الدستورية وحضورها الفعال. استهجن مصدر مسؤول في دائرة الإعلام بالتجمع اليمني للإصلاح الافتراءات التي أطلقها رئيس ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أحمد بن بريك لموقع صحيفة الجمهورية المصرية. وقال المصدر المسؤول إن اتفاق الرياض شكل نافذة أمل كونه يجمع المكونات اليمنية جميعا في مواجهة ميليشيا الحوثية الانقلابية واستعادة الدولة اليمنية.
وأوضح المصدر أن بن بريك ومن على شاكلته باتوا مكشوفين لدى الرأي العام بعد فشلهم الذريع ولعبهم على وتر الدعوات المناطقية وقمع الحقوق والحريات وتنفيذ الاغتيالات ومراكمة السجون السرية والمعتقلات. وقال المصدر إنه وبدلا من الالتزام بتحقيق بنود وأهداف اتفاق الرياض والتوقف عن المقامرة بحياة الناس، يذهب بن بريك للتحريض ضد حزب الإصلاح والمحاولات المستميتة لإقصائه من المحافظات الجنوبية بشتى وسائل العنف والإرهاب. وأشار المصدر المسؤول إلى أن بن بريك متورط في الكثير من سلوكيات العنف والتحريض الفج ضد قطاع أصيل في المجتمع تحت دعاوى واهية. واعتبر المصدر المسؤول الخطاب الشعبوي لبن بريك الموجه ضد حزب سياسي يمني وإلقاء التهم بلا وقائع خطاب إرهابي يجعل الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية معرضين للعنف من قبل مشروع اجتثاثي كارثي، كما يكشف النوايا المبطنة للرجل إزاء استحقاقات اتفاق الرياض. وأكد المصدر احتفاظ الإصلاح بحقه في مقاضاة بن بريك على هذه التهم الكاذبة، كما أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من ارتكب كافة الجرائم من قتل وتعذيب وإخفاء قسري طالت منتسبي وقيادات الإصلاح. من تحت ركام الحرب وغبارها نهضت محافظة مارب لترسم صورة مشرقة رغم استمرار الحرب الحوثية الإرهابية عليها منذ 6 سنوات، واستطاعت أن تتصدر المحافظات المحررة كنموذج فريد في التنمية والنضال. مدينة مأرب شهدت طفرة في التنمية وتحولت إلى عاصمة نموذجية، هكذا وصفها خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير حول الوضع في اليمن. التقرير أشار إلى أن مأرب شهدت تحولات كبيرة، وارتفع عدد سكانها من 400,000 نسمة إلى 1,800,000 نسمة. احتضنت مأرب النازحين الذين هجرتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وهو ما شكل ضغطا على الخدمات الصحية والتعليمية في المدينة. وقال التقرير إن مأرب باتت تحتضن 130 مخيما للنازحين، مشيرا إلى أن هذا التدفق أدى في المقابل إلى حدوث طفرة في التنمية. وأكد التقرير أنه على خلاف المناطق الأخرى في اليمن فإن لمأرب مؤسسات حكومية تؤدي مهامها. أشار التقرير إلى أن زعماء القبائل احتشدوا إلى جانب القوات الحكومية في معركة الصمود الأخير، ما أفشل كل محاولات الحوثيين. الخبراء قالوا إنهم زاروا عددا من المباني المدنية في مأرب مثل المساكن والمساجد والمدارس التي تعرضت للهجوم بالصواريخ البالستية الحوثية. وذكر التقرير أنه لم يسجل أي حادثة انتهاك لحقوق الإنسان في المدينة طوال العام، وذلك نظرا للحالة الأمنية المتميزة. التقرير أشاد بالمركز الخاص بتأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب الذي يعد الوحيد من نوعه. تلكم هي الصورة المشرقة التي رسمتها مأرب رغم الحرب الحوثية الإرهابية المستمرة عليها منذ 6 سنوات. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأن السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية. جاء ذلك خلال اتصال مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتز سمينبي لبحث تحديات علاقة السلام وتطوراتها. وشدد وزير الخارجية على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، وجدد التزام الحكومة اليمنية الراسخ بتحقيق السلام وإنهاء الحرب الإجرامية التي تفتعلها الميليشيا الانقلابية الحوثية. وثمن وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مملكة السويد في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين ورغبتها الصادقة لإحلال السلام في اليمن. من جانبه أكد المبعوث السويدي استمرار بلاده في الدفع بجهود السلام ودعم أمن اليمن واستقراره ووحدته. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن استحداث ميليشيا الحوثية الإرهابية ما أسمي الهيئة العامة للأوقاف يمثل امتدادا لسلسلة من القرارات الرامية لتعطيل المؤسسات الحكومية الإرادية وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها.
وأوضح الإرياني بأن إنشاء الهيئة وتعيين المدعو عبد المجيد الحوثي لإدارتها يهدف لحصر أوقاف وأراضي الدولة بيد أسرة الحوثي تمهيدا لنهبها وتسخيرها لخدمة مصالحها. وحذر الإرياني من قيام ميليشيا الحوثي بإنشاء كيانات وهمية كغطاء لفرض مزيد من الجبايات ونهب مقدرات وموارد الدولة وتسخيرها لتمهيل المجهود الحربي وتصعيد أنشطتها وعملياتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. استحدثت ميليشيا الحوثي الإرهابية ما سمتها الهيئة العامة للأراضي والأوقاف، وذلك ضمن مخطط استكمال السيطرة على أراضي أوقاف الدولة. ووجهت الميليشيا بخصم 5% من أي عملية بيع وشراء أو شراء للأراضي والعقارات. بعد التوسع في عمليات النهب والسطو لأراضي الأوقاف والأملاك الخاصة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، أنشأت ما يسمى بالهيئة العامة للأوقاف في توجه لاستكمال الاستحواذ على أراضي الأوقاف في مناطق سيطرتها بحسب مراقبين. وتعد الهيئة المستحدثة كيانا موازيا لوزارة الأوقاف، تهدف من خلالها الميليشيات لإفراغ المؤسسات الرسمية من دورها لصالح اقتصاد الجماعة. بالنسبة للميليشيات الحوثية كما عهدها اليمنيين، لم يبقى شيء من حقوق اليمنيين لا حاولت الالتفاف عليه ونهبه وسرقه بشتى الطرق والوسائل، آخرها موضوع الأراضي. بعد أن استكملوا حيز ونهب ممتلكات خصومهم، الآن يحاولون نهب ممتلكات الموجودين في صنعاء بغض النظر عن انتمائهم، واستحدثوا مثل هذه القرارات. وأهم الآن أن بيع الأراضي في صنعاء ممنوع إلا عن طريق المأمون وبدفع نسبة لما يسموها ميليشيات الحوثي. وعينت ميليشيا الحوثي الإرهابية قيادي من عائلة زعيمها يدعى عبد المجيد حسن الحوثي رئيسا لهذه الهيئة، وهو ما يعزز كشف تقرير الخبراء عن بروز أجنحة نفوذ متصارعة داخل الجماعة الإرهابية تتنافس على الزعامة والإثراء من الأموال والأراضي المنهوبة. وكانت الميليشيات قد أصدرت تعميما للأمناء الشرعيين ممن استبدلتهم مؤخرا يقضي بدفع المواطن نسبة مالية كبيرة من أي عملية بيع أو شراء في الأراضي والعقارات. وأحكمت ميليشيات الحوثي الإرهابية سيطرتها على سوق العقارات وجعلت منه غنيمة ومن أكثر المصادر تمويلا لحربها وإثراء مشرفيها. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس الأربعاء سلالا غذائية للنازحين بمخيم الرباط بمديرية تبن بمحافظة لحج. وثمن مدير الوحدة التنفيذية إدارة النازحين بمحافظة لحج عمر الصامت ثمن جهود مركز الملك سلمان المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية والتي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين بسبب الحرب. وقال منسق الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان بمكتب عبد الله الطيار بأن توزيع السلال الغذائية يأتي استمرارا لدعم المركز في تقديم العون الإغاثي والأواني للنازحين بمختلف المحافظات اليمنية. ينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حاليا عددا من المشاريع التطويرية في قطاع التعليم تشمل إنشاء 23 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف المحافظات بهدف دعم التعليم في اليمن. تتوزع المدارس النموذجية الجديدة على 23 منطقة في محافظات المهرة وسقطرة وعدن وتعز وحضرموت ومأرب وحجة. وجاء اختيار مواقع المدارس عقب دراسة احتياج هذه المناطق من قبل مختصي التنمية في البرنامج، فيما جاء تجهيز المدارس بأحدث المواصفات المطبقة في المشاريع التعليمية المماثلة لها في المملكة. يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 198 مشروعا تنمويا لخدمة 7 قطاعات أساسية في الجمهورية اليمنية، وهي الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية. يعاني سكان حي شعب سلمان في مدينة تعز من إغلاق الطرق واستمرار البناء العشوائي، إضافة إلى عدم وصول الخدمات الأساسية والمنظمات الداعمة. نتابع. تتعاظم مشاكل البناء العشوائي في تعز على سكان الأحياء السكنية، ففي ظل غياب التخطيط العمراني تصبح هكذا كما في الصورة حال الكثير من تلك الأحياء، ويتجرع ويلاتها السكان تلك المعاناة. لا طرق ولا مجاري للصرف الصحي، ناهيك عن صعوبة نقل المواد الغذائية وغيرها هنا في شعب سلمان وسط مدينة تعز.
كان أعاني بشدة، أصلي الصبح وأسرح أطربل بعد الدباب، مش ما فيش من الطريق نمشي لما زنتين دباب بيجيك ما تقدرش، منو قدر منو قدر على دبة أنقل. كل واحد يشيل حقه قاسي وحط هنا بدون طرق بدون أي حاجة، تعبنا كله بالمناقلة بالماء بالغاز بالدقيق بالكل شيء، المواد تعبنا بالطريق ما حد نقدر نوصل إلا الدباء الغاز مراحل مراحل، الدقيق نقسمه 5 مرات بالما نوصله للبيت، تعب يعني نطلب المساعدة مع هنا بالطريق ساعدون إحنا. غياب في الخدمات الأساسية وعدم وصول المنظمات إلى تلك الأحياء مثل معاناة إنسانية أخرى أمام هؤلاء. نحن في منطقة حي الشعب سلمان، الذي نعاني منه كما ترون نعاني من عورة الطريق ونقص في الخدمات الصحية وضيق في الطريق، لأنه كمان الطرق ضيقة، والذي نحتاجه إن السلطات المحلية والجهات المعنية تلتفت لهذه المنطقة الذي هي حي شعب سلمان، سواء بالطرق سواء بالمواد الغذائية سواء بالخدمة الصحية، نتمنى منهم أن يلتفتوا لهذه الحارة. يناشد أهالي حي الشعب سلمان وغيرهم من الأحياء السكنية السلطة المحلية بالنظر إلى معاناتهم والعمل على معالجتها. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. انطلق مشروع كفالة 300 يتيم على مستوى محافظة المهرة بعد فترة من التقصي والتحقق من الحالات التي تم استهدافها، حيث منحت الأولوية للأيتام من طلاب المدارس الذين يواجهون تحديات كثيرة بغية تشجيعهم على مواصلة التعليم. حينما تفقد من يعولك تجد نفسك وحيدا كحال هؤلاء الأطفال الذين يواجهون قساوة الحياة منذ السنوات الأولى من أعمارهم، وبات مستقبلهم في مهب الريح نتيجة عجز بعض الأسر عن الإيفاء بالتزاماتها. الكثير من الأمهات هنا بمحافظة المهرة لجأت للبحث عن عمل وتوفير لقمة العيش لأطفالها الأيتام في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية في دعم هذه الشريحة المجتمعية. أشجع كل امرأة تكفل يتيم، أشجع كل امرأة عندها أيتام أن توقف على رجولها وتعتمد على نفسها وتكون أم وأب وقدوة، بغض النظر عن الجمعيات الداعمة وعن المساعدات التي تجي من السلطة المحلية وغيرها، وأخاطب السلطة المحلية بأن تقوم بدعم كل امرأة تكفل أيتام وتعتمد على نفسها وتشتغل. مؤخرا بدأت الجهات الداعمة تسلط الضوء على الأطفال الأيتام في جميع مديريات محافظة المهرة، حيث حظي نحو 300 يتيم بكفالة نقدية لمدة سنة كاملة، إضافة لتوفير احتياجات التعليم والرعاية الصحية. انطلقنا في هذا اليوم بمشروع كفالة 300 يتيم في المهرة لندعم عملية التعليم والرعاية الصحية. فالمشروع هذا يحتوي على كفالة شهرية، يحتوي على كفالة أيضا للتعليم مخصص للحقيبة المدرسية والقرطاسية، أيضا هناك فحص دوري طبي كل شهر، وهناك أيضا اهتمام بالجانب النفسي أو الدعم النفسي والترفيه. وهذا المشروع إن شاء الله سيحقق يعني المطلوب أو الهدف العام الذي هو إعادة الطلاب المتسيبين من المدارس. المشروع الممول من مركز الملك سلمان وتنفذه الجمعية الدولية لرعاية الحروب والكوارث خفف من معاناة هذه الأسر التي كانت بحاجة ماسة لمثل هذه المساعدات. ورغم هذا الدعم إلا أن هناك أطفال لم يجدوا من يكفلهم وسط مطالبات بتوسيع أنشطة المنظمات بالمحافظة واستهداف كافة الأيتام ومساندتهم وتشجيعهم على مواصلة التعليم. أحمد الحرازي، لقناة سهيل، محافظة المهرة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. سهيل تعاود البث وتؤكد أنها ستظل صوت الشعب وقلبه النابض في معركته ضد الكهنوت. مصدر مسؤول في الإصلاح يستهجن أكاذيب بن بريك وتحريضه على العنف وتعطيل اتفاق الرياض. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.
We'll be right back.